اتصل فيني الشيخ صباح. انا اذكر ذلك اليوم كان صاحب السمو الشيخ يابر رحمة الله عليه استدعاني قبل اتصل فيني الشيخ صباح بيوم، كان يقول كلفني بمهمة الى في اريتريا، اني اروح اريتريا ممثل عن سمو عن سمو الامير. سبحان الله ذلك اليوم ثاني يوم أنا قايل لهم طبعا إحنا راح الوزارة الساعة واحدة جهزوا الطيارة، لأن اتصال وزارة الخارجية مع هناك على أساس إنه الرئيس يعني إن إحنا نطير الساعة واحدة نصل كذا، بحيث كما بعوث من صاحب السمو الرئيس هو اللي راح يستقبل، وإن الساعة الفلانية راح نوصل كذا وأنا بنتأخر وكذا. هذا الحكي يعني على أساس أننا نعد نفسنا ونطلع الساعة واحدة نطلع من الوزارة إلى المطار على طول. طيب الساعة 10 اتصل فيني 10 لا والله 11 إذا أنا بقى ساعتين على الطيارة، اتصل فيني الشيخ صباح شي يقول لي أبو عبد العزيز، قلت له نعم، شي يقول لي رجع خدمة البريد مع الأردن. طبعا احنا عندنا الاتصالات كلها مقطوعة من الأردن، المواصلات كلها مقطوعة من الأردن، البريد كله مقطوع مع الأردن. أنت هنا أبو عبد العزيز قاعد تنقل الحادثة، هذه صارت بعد فترة وجيزة من الحادثة الأولى اللي ذكرناها قبل شوي. أي يعني أشهر مو أكثر، يعني شهرين. إحنا هنا قاعد نتكلم عن 1995. تمام. كان يقول لي شذي على طول أبو عبد العزيز أنت وينك؟ قلت له أنا سافرت ويدني أنا بقول. قلت له لا طول عمر الظهر بروح. قال لي عيل شوف أبيك تعيد الخدمة البريدية مع الأردن. أنا هني صدمت أمانة، تطويل عمر شو نعيد الخدمة البريدية؟ قال أنت المسؤول، أنت وزير المواصلات مسؤول، وأنا الوزير الخارجية المسؤول عن السياسة الخارجية، وأنا أمرك. قلت له أمر، وقام بفعل تطويل عمر أمرك على عيني وعلى رأسي، لكن هذا قرار مجلس الوزراء، لا تعيده ما تعيده. قلت له خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. لا تعيد شنو؟ تعيده تعيد، لازم تعيد يعني لازم تعيد الاتصالات المتصلات البريد. قلت له خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله. هو انفعاله اساسا متصل فيك منفعل ولا لا 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 ردك لا انت عليه خلاه ينفعل؟ لا ردي كان يقول فعل انا ما املك، هذا قرار مجلس الوزراء، اروح اعيد الخدمه البريديه حتى وان كان امرني فيها النائب الاول والمسؤول عن السياسه الخارجيه، لكن هذا ما هو قرار فردي، لا انا املكه ولا هو يملكه. فهو من رحل من كلامك احنا فقط. احنا السفره ما هي معنيه فيها الاردن، وصار قاعد داخل مجلس الوزراء بعد ما رجع شو اسمه. قلت له خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، ان شاء الله. بحد الموضوع انا سددت التليفون شات الشيخ سعد حتوي العمر، صار فيني الشيخ صباح وكذا كذا كذا طلب مني، وأنا الآن في موقف محرج بين المطرقة والسندان، ما يعني شو أسوي؟ قول لي، وأنا بسافر الحين بعد ساعة بسافر، طلب مني الحين قبل أسافر إني أعيد الخدمة البريدية. قال لي ها خير خير، انتظر انتظر مني انتظر مني. سددت التليفون بس عقب نص ساعة ثلث ساعة نص ساعة اتصل فيني الشيخ سعد. الشيخ سعد كان يقول لي شوف أخ جاسم، اتصل في الشيخ صباح وقول له ابعث لي كتاب رسمي بعودة البريد باعتبارك أنت الوزير الخارجية المسؤول، وأنا أرجع الخدمة ورجع الخدمة إذا ياك الكتاب. قلت إن شاء الله. اتصلت في الشيخ صباح، قلت له طول العمر انا عشان احمي نفسي وانت تعرف هذا قرار، ما قلت له طبعا الشيخ سعد ويدري طبعا الشيخ سعد يدري طبعا اتكلم الشيخ سعد يدري، بس انا ما ابي ايضا يعني اضرب اسفين بينهم، انا قاعد احاول ان 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 ما يصير بينهم كلاش وسب هذا الموضوع، فما ابي اقول والله اتصل بالشيخ سعد وان كاد يدري اتصل بالشيخ سعد ما تبي تطلع من لسانك ما تطلع مني انا. طيب يدري كيفه. فقلت له طول عمر حاضر انا راح اعيد الخدمه البريديه، لكن عشان احمي نفسي وانت تعرف هذا قرار مجلس الوزراء وانت تامر طول العمر باعتبارك مسؤول عن السياره الخارجيه، لكن انا عشان احمي بعث لي كتاب رسمي امر يعني اطلب مني هذا بامر بطلب اللي باللي تاب، بس المهم مكتوب. اي المهم مكتوب رسمي. قال الحين يجيك، لا تروح المطار لما يجيك لما يوصلك الكتاب. قلت خلاص انا انتظر. صارت الساعه 12:30 واحنا المفروض نطلع الحين الطياره والرئيس.
المهم والله ما طول ولا الكتاب رسمي. هو الكتاب يك فاكس ولا يك؟ لا فاكس على طول. فاكس. فاكس وبعدين يدزون الأصل. طيب. بس عشان الفاكس. القضية مستعجلة قال لي أنا حنزل الفاكس وأدزلك الكتاب الأصلي على مكتبك. قلت له حاضر. المهم أبي أي شيء يعني أنا. طيب. وصلني ماكو يعني خلال يمكن 10 دقائق كذا وصلني الكتاب. هو موقع من الشيخ صباح معالي وزير المواصلات والكهرباء كذا كذا كذا. كان يرجع يعني. يرجع كان بخطاب يعني مهذب وطلب اسمه يرجع إعادة الخدمة البلدية المتوقفة بين الأردن وبين الكويت. أخوكم النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الأحمد جابر الصباح مع قبول تحياتي عارف سطرين يعني توقيع. خدت الكتاب حطيته بجيبي ووصيت السكرتارية عندهم قلت لهم اتصلوا في الأخ أحمد الفهد كان هو رئيس مكتب الشيخ صباح وأنا كلمته أيضا قلت له أبو فهد الكتاب الأصلي نزلنا قال إن شاء الله بيزعيكم قلت له حرصوا أنكم تتابعون مع أحمد الفهد بالكتاب الأصلي هني عقب ما طرش ما وصل لك الفاكس ما كلمك مرة ثانية الشيخ صباح قال لك ها وصل لك ولا لا ما كلم ولا شيء أبدا فحرصت إن مكتبي إنه يستلمون الكتاب الأصل هذا اللي إحنا علينا الحين كل ما قلت لك أول يعني يوم الخميس ما كان في دوام كان علينا يوم أربعة هذا الكلام كان يوم أربعة ويوم السبت والأحد دوام على العموم سافرت أنا حضرت هني قبل السفر دام وصلك الكتاب الفاكس ما كلمت شيخ سعد؟ ما كلمت شيخ سعد قلت له عمر ترى وصلني كتاب وخلاص رجع الخدمة قال لك رجع الخدمة إيه بس شنو حسيت من كلامه ولا قال لك سافر ورجع يصير خير لا 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 لا, لا قال لي رجع الخدمة بس حسيت من كلامه انه يعني مضايق مضايق انا حل يعني قعدت استنتج يعني مضايق انه شو الشيخ صباح يتصل فيني مباشرة يعني على الأقل يتفاهم مع الشيخ سعد وشيء اللي فهمته فيما بعد يعني حواري مع الشيخ سعد طيب عموما سافرنا ورد وقال لي عاد الشيخ سعد قال لي أول ما توصل دق علي وتعالي إن شاء الله سافرت الأربعاء وقعدت الخميس والجمعة ورديت السبت أول ما وصلت رحت حق الشيخ وصلنا الضحى الشيخ سعدي كان دوام السبت أيامها نزلت من الطيارة ورحت الشيخ طبعا رحت الشيخ العود أول وبلغت الرسالة اللي كان محملني إياها الرئيس الأريتري ويعني وشكرا وكذا يعني قضايا البروتوكول هذا أيه. طيب طلعت منها رحت الشيخ سعد على طول أنا ماكو بينهم كوريدور بس وأنا دشيت عليه وسلم عليه وكذا أنا الحين الكتاب جيبي والكتاب الأصلي أيضا قلت لهم أول ما تستلمونه من تعرفون إن الطيارة راح توصل لأن بقابل الشيخ سعد على طول ما راح أروح البيت ولا المكتب قلت لهم أول ما يعني نبلغكم من الطيارة توصل الساعة 8 الساعة 7:30 يكون الكتاب بالمطار طيب الأصلي وبالفعل أنا أول ما نزلت الطيارة كان مغلف كبير وزارة الخارجية وشعارها والكتاب الأصلي دشيت على الشيخ سعد السلام عليكم السلام قعدت طبعا سألني طبعا أول عن سفرتي ويعني بإيجاز وعن المهمة اللي كلفني فيها صاحب السمو شرحت له المهم طيب. قال رديت الخدمة البريد تلاقينا عمطير عمر أنت رديتها أي رديتها على طول من الكتاب رديتها وحتى الشيخ سعد قال ردها ثلاثات ولا رديتها بنفس اللحظة والكتاب عندك الكتاب قلت له هذا الكتاب ما شاف يعني هذا الكتاب نزل كتاب رسمي الشيخ صباح قال خير 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 بس أنا باكر يقول لي شيء باكر أنا في مجلس الوزراء بوجه لك سؤال يا اخي بقول لك اخ جاسم يعني باي حق ترجع
الخدمة، سمعت انك رجعت الخدمة البريدية او قلت لي ان رجعنا الخدمة البريدية، بأي حق ترجع الخدمة البريدية يعني عشان يفتح الموضوع هذه في مجلس الوزراء؟ قلت والله اي سؤال سموك. ما قلت له ان الموضوع حساس وما له داعي قدام الوزراء؟ قلت له والله عيست، قلت له يا طويل العمر لازم تحلوا الموضوع فيما بينكم لازم كذا. قال هذه يعني هذه قضيه محسومه بالنسبه لي انا الدول، وبدا يتكلم عن دول الضيق وبدا يعيد نفس الاسطوانه والاردن وغير الاردن، وغير الاردن يعني بصفه عامه يعني، وان احنا اليوم يعني يجلسون ايش كل ما يعني ما قالها بس يعني مفهومه لذا يدسون على رؤوسنا واحنا ساكتين واحنا اللي وقفنا معهم واحنا واحنا. ما كان عنده استعداد انه يعني نقدر نقول ان عوده العلاقه مع الاردن او اول تطبيع ان صح التعبير اذا استخدمنا هذه الكلمه، اول تطبيع رسمي مع الاردن صار عبر وزاره المواصلات من خلال نعم. عوده هذا اول تطبيع رسمي، اول كتبه. تطبيع رسمي ولا اول تطبيع رسمي هو لقائي مع الملك، لأن أنت أول هذا كلقاء لكن كشيء عملي أو تحميل رسالة رسمية من الملك، لأن أول وزير كويتي يصل إلى الأردن ويقابل الملك في ذاك الوقت. طيب هذا أول شيء. هذا أول شيء. وشغلة ثانية اللي صارت اللي هي تعتبر أكثر رسمية اللي هو عودة خدمة البريد إلى حالتها الطبيعية، إلى حالتها الطبيعية. هذا القرار اللي صار وإن كان بموافقة الشيخ سعد، نعم، لكن مش برضا الشيخ سعد على مضض، خلي أقول أقولها على مضض يعني. والعجيبة إنه إيش معنى الأردن؟ أنا قاعد أفكر فيها بعدين. ما إحنا عندنا علاقات مع اليمن، مع السودان، مع كثير من الدول اللي كان بين يعني تعتبر دول ضد. ليش ما بادروا هم؟ يمكن لأن الأردن بادر. ما أدري شنو خلفية تفرد الشيخ صباح رحمة الله عليه وتخصيصه للأردن. على العموم يعني أنا حاولت مع الشيخ صباح سعد، لكن أنا أصار على طرحة مجلس الوزراء، الشيخ سعد لم يصر على موضوعه، لذاك ما حبيت يعني بعد أني أصير ذعلة. طيب. أصير يعني كيف يعني حلوا مشاكلهم فيما بينهم؟ قال بس أنا راح أوجه لك السؤال بكرة وأنا مستعد للإجابة. يلا من بكرة. هني من هل من يوم السبت إلى يوم الأحد بعد ما صار مرة ثانية تواصل مع الشيخ صباح؟ لا ما صار لا تواصل، لا الشيخ صباح طلب ونفذ. طيب. ما لي شو يعني ما في. لا قصدي من عقب السفرة ما قال لك. لا وجرى. رجعت لا رجعت الخدمة مع الأردن. لا ما رجعت الخدمة. لا أنا راح أرجعها خلاص. ما صار تواصل. لا ما صار تواصل. صار يوم الأحد. وجرى البروتوكول لما تيجي من مهمة تروح حق الأمين وسوى العهد بس. بس مو على العموم يوم الأحد إيش كل ما قلت لك في السابق الشيخ صباح أحيانا يتأخر شوية الجلسة وكذا، طبعا ما سأل الشيخ سعد، ينظر منه ينظر حضور الشيخ صباح. ها هو الاجتماع بلش وبلش الجدول وما سألك الشيخ سعد؟ ما سأل، ناطر. أنا عارف أنه قاعد ينطر، شو حقه بيسألني؟ يعرف أنه يعني يبي يصير حوار يعني بينه وبين الشيخ صباح بمجلس الوزراء يعني. على العموم دش الشيخ صباح كالعادة يعني، الشيخ صباح الله يعفو عنه واغفر له، إذا ما يدش يبي العشر دقائق يا الله يعني ينفتح يقول حليبة وبسكوت وكذا. ليش عشر دقائق؟ يعني عشان ياخذ وضع الطبيعي. شيء تركيبة الشيخ صباح الله رحمه كذي يعني، أول ما يجي شوي مشكل اللي يعني رسمي. ما انبسط ما يعني بعده رسمي وإيه ألق بشتى سحب الكرسي قعد على يمين الشيخ سعد في مكان تقول يبولا بسكوت وشاي إيه. أول ما يبولا بسكوتات ثلاث أربع ونسكافيه مع حليب وكذا، وبعدها عاد شيخ صباح يعني أنا قاعد اللي تحط يدك مخباتة وتأخذ اللي تبي لكن قبلها لا تي لا تجرب قرب أول عشر دقائق طيب. لذلك أنا مواعيدي دائما لما يأخذ موعد أقول حق أحمد شوف أحمد الفهد إيه الساعة كم يوصل الشيخ صباح؟ يقول لي الساعة 10، قلت له خل موعد الساعة 11 أو 10 ونص. على العموم طيب الله يرحمه يعني كانوا سبحان الله يعني
يعني ايش كلمه تقول عمودي لهذا البلد. الله رحمه الله عليهم. على العموم الله يرحمه يا شيخ صباح وقعد بدا يعني ياكل بسكوته وكذا. كان كنا نناقش بند ما اذكر شنو البند المهم يعني بند من بنود مجلس الوزراء يعني. بعد ما انتهينا على طول الشيخ صباح الشيخ سعد اخ واخونا وزير المواصلات نعم طويل العمر الحين الشيخ سعد قاعد كذي الطاوله بتاعت مجلس الوزراء بيضاويه الشيخ صباح الشيخ سعد الشيخ صباح الاخ ناصر رضوان باعتبار نائب رئيس مجلس الوزراء بعدين بالاقدميه انا سعود ووزير الداخليه محمد خالد فانت قاعد يم الشيخ صباح انا يم الشيخ صباح طيب على يمينه بالضبط. على العموم قال اخونا وزير المواصلات باي حق انت ترجع الخدمه البريديه؟ توني بتكلم بطلت الميكروفون قلت له قال يقول الشيخ صباح لا 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 تتكلم انا اتكلم. تكلم الشيخ صباح كان يعني بهدوء ان انا المسؤول عن السياسه الخارجيه وانا اللي امرته وانا كذا وطلب مني كتاب رسمي وقدمت له كتاب رسمي وكذا واحنا لمته واحنا بدا يعني وكان بدايته كان يعني بهدوء شوي 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 الى ان يعني بدا الحماس فيه وانا الشيخ صباح لمته كذا الشيخ سعد رد عليه صار بينه كلاش داخل مجلس الوزراء. توتر الجو الكلاش في شنو صار؟ يعني الشيخ سعد يرى انه هذا قرار فردي وما يجوز بينما يعني اعتبارهم دول ضد قرار جماعي وما يجوز ان ننفرد باي قرار يمس او يتعلق باحدى هذه الدول الا لما يناقش داخل مجلس الوزراء ويصوت عليه وضرب مثال اللي هو سفرتي الى في بالرغم قال بالرغم ان هذا المؤتمر ما يتعلق في الاردن يتعلق بالعربسات ومنظم من قبل الجامعه العربيه الا انه نوقش في مجلس الوزراء ووافقتوا عليه وانا وافقت بناء على يعني الاكثريه ورضخت للاكثريه لكن هذا قرار فردي انا اعتبره هو الاعتراض على بس هو الاعتراض على الآلية لا ولا الاعتراض لا أصلاً هو لا سبع يعني هو الأساس هو الأساس. موضوع الأردن أي الأساس موضوع الأردن وعودة البريد إلى حالة الطبيعة فصار موضوع الآلية هي الحجة هي الحجة يعني وإذا إذا إذا نظرتها من ناحية يعني إجرائية كآلية صحيح كلام الشيخ سعد كلام الشيخ سعيد 100% صحيح ان اذا هذيك مجرد يعني لقاء عادي او مشاركه تحت جامعه الدول العربيه سوينا لها اجتماع فمن باب اولى عوده العلاقات وتصويت ورضخت له من باب عوده علاقات وان كانت ليست علاقات دبلوماسيه انما علاقات بريديه انما تعتبر علاقات فلا بد ان هذا كان يعني اساس اللي اعتمد عليه في نقاشه الاساس اللي اعتمد عليه في نقاشه الشيخ سعد الشيخ صباح كان كان يعني وجهه نظره انه البريد يعني مو ذات قيمه ولا هي وله إعادة فتح سفارة ولا دفع مبالغ ولا كذا بريد والناس يعني هاي أيضا حجة الشيخ صباح وإن الناس في عندنا أردنيين وعندنا ناس لهم أهل في الأردن ليش ما يكون في تواصل بينهم ليش إحنا نحرم يعني من هالكلام وصار كلاش يعني ما حد تكلم فقط هم الاثنين إيه اثنين للأمانة ما حد تكلم صمت اخر شيء زعل الشيخ صباح زعل قال انت على راسي يعني اخر شيء هالكلمه قال الشيخ صباح انت ولد عمي وامير مستقبل ومسؤولي وعلى راسي لكن انا ما اتحمل هالنقاش طيب اشتغل طلع